السلام عليكم ورحمة الله، أنا معتصم من تقنية الأندرويد. اليوم سوف نتعرف على واحد من أفضل مشغل التطبيقات ويأتي بتصميمات أندرويد 12. كما نعلم جميعا بأندرويد 12 يأتي شيئا فشيئا لجميع أو بعض التطبيقات الموجودة في متجر جوجل بلي، ولكن في موضوعنا لي اليوم سوف نتعرف على لانشر، وهو النوفا لانشر، واحد من أفضل وأروع التطبيقات على الإطلاق، ذو شعبية كبيرة لدى مستخدمي الأندرويد، وأفتكر أنك سمعت بلوفا لانشر. التحديث الجديد لا يوجد في متجر بلي، هو إصدار 7.43 بنسخته البريمو، وزي ما ذكرت ما موجودة في جوجل بلي. الموضوع بجد يستحق المشاركة معكم، وإذا كنت مهتم إلى الموضوع أتمنى أنك تشاهد الموضوع إلى النهاية لنستعرض جميع مزايا التطبيق في الهاتف. وإذا كانت زيارتك لي لأول مرة في القناة أتمنى منك تدعمني بالاشتراك وعمل لايك للفيديو إذا عجبك، ولا تنسى برضو تفعيل الجرس لصق منه كل جديد بمشيئة الله. فاصل وأنا واصل. إذا دخلنا في وسط الشاشة زي ما شايفين أمامنا مدينا خيارين في الإصدارات الأخرى. السابقة كان في 3 خيارات، اللي هو الخيار الثالث كان اختيار الويت كو التطبيقات المصغرة، لكن إذا كان سحبنا من الأسفل إلى الأعلى زي ما شايفين أمامنا مدينا جميع التطبيقات المصغرة أو الويت زي ما بقولوا الموجودة عندنا في الهاتف. والإضافة الجديدة في التطبيق اللي هو في الأعلى لبحث معين لأي ويت موجود عندك في الهاتف زي ما شايفين أمامنا بكل سهولة. الاعدادات الموجودة في التطبيق او المشغل جميعها هي متاحة زي ما ذكرتكم في البداية، لانه هو تطبيق بروميوم ما موجود حاليا في جوجل بلاي. بالنسبة لتخصيص المشغل في الهاتف كان من طريقة العرض الايقونات او تخصيص سطح المكتب التطبيقات المصغرة، اذا كان حابين انه يكون فيها شكل مربع او شكل استدارة الاركان الموجودة عندك في شكل اول ويدز. خلونا نطلع ونختار لنا اي تطبيق مصغر، بس خلينا نوصل المعلومة كاملة زي ما شايفين امامنا. ادانا لها بشكل مستدير شبيهة باصدارات الاندرويد 12، وممكن يدينا بشكل مربع دائري او مغوص او قطعة مصغرة في سطح الهاتف. بالنسبة لغائمة التطبيقات زي اذا كان برضو تظهر المؤشر في الاسفل في الشاشة، وهنا بالنسبة لي شكل غائمة التطبيقات اذا كان حابب يكون في 9 في 5 9 في 6 حسب الشكل اللي انت محتاج له زي ما شايفين امامنا. عرض الايقونات زي ما شايفين فينا امامنا ممكن نكبر نصغر حسب الحجم بالنسبه للتطبيقات الموجوده عندنا في الهاتف. فجديد اللي هي دي الاضافه، ممكن تضيف موقع، ممكن تضيف رابط اخر معاك في شريط البحث في الاعلى او في الاسفل. بالنسبه للشكل والمصر زي ما شايفين ممكن تغير شكل التطبيقات. هنا بالنسبه للاضافه الجميله جدا والاضافه اللي عجبتني في التطبيق هو نبط الغائمه المنبثقه. عندنا خيارات في الاعلى وبكون في اندرويد 12، نعمل الاوكي. خلونا نطلع برضو عشان نضغط ضغطه مطوله لاي تطبيق زي ما شايفين امامنا ادانا ليها بالشكل اندرويد 12 ونسخه معينه من التطبيق، او ممكن تعمل اعاده تسميه، او ممكن تبحث، ممكن تعمل لمعلومات التطبيق. برضو دي إضافة جميلة جدا وإضافة جديدة ممكن تقدر تستفيد منها. وهنا بالنسبة للوضع الليلي ممكن في الخيار اللي على ممكن تعمله أوتوماتيك، ممكن تعمله يدوي، ممكن تطفيه، ممكن تعمله بالنسبة حسب النظام. للإيماءات والمدخلات ممكن تخصص التمرين من الأعلى تديه أمر معين، تمرين من الأسفل تديه أمر معين، نغرة مزدوجة في وسط الشاشة تديه أمر معين زي ما شايفين أمامنا. هنا نغرة مزدوجة أنا عاملها لإظهار درجة التطبيقات إذا كان طلعنا من التطبيق خالص. نعمل ضغطتين في وسط الشاشة زي ما شايفين امامنا ظهر معانا جميع التطبيقات الموجودة عندنا في الهاتف. بالنسبة للإضافات اللي هي دي الإضافة الجميلة جدا، إضافة تحريك الحافة. يعني تحريك الحافة بقصد بها إنه إذا كان في أي صفحة من التطبيقات من في الهاتف ممكن تحرك من اليمين أو الشمال حسب لغة الهاتف يظهر لنا الأخبار الموجودة. هنا للإضافات طبعا هنا زي ما شايفين أمامنا تحريك الحافة اللي هو بيقصد بها تحريك الحافة في أي صفحة أو الشريط الجانبي زي ما بقولوا لي حركة الصفحة زي ما شايفين أمامنا، غطاء حسب الشيء اللي أنت عاوزه إذا كان صفحة أو غطاء.
يعني جميع هي متاحة، ممكن تقدر تستفيد منها استفادة قصوى من إمكانيات البرنامج في الهاتف، لأنه بجد هو برنامج مليان إمكانيات، مليان إضافات جميلة جدا في الإصدار الأخير ممكن تقدر تستفيد منه في الهاتف. وهنا زي ما شايفين أمامنا إصدار نشر هو 7.0.43، هو ده آخر إصدار بالنسبة لي مشغل لوفا اللانشر. وزي ما ذكرت لكم في البداية ممكن ترى رابط تحميله هيكون في صندوق الوصف في أسفل الفيديو بمشيئة الله. ما أظن يكون في شيء تاني ما ذكرناه، لكن يعني لك حرية الاختيار بالنسبة لي تشغيل وضبط المشاهد. حد هنا درسي انتهى، وذكر ونبي بالنسبة للناس اللي بيشاهدون لأول مرة يشتركوا في القناة، وبرضو لا تنسوا دعمنا باللايك وتفعيل مزر الجرس ليصلك مننا كل جديد بمشيئة الله، وأنا أشوفكم في أمان الله.